أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تهديد خط الملاحة الدولي والضربات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر. أعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي تدمير قارب مفخخ تابع لميليشيا الحوثي حاول استهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر. المالكي قال في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض أن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، موضحا بأن حماية الملاحة الدولية مسؤولية المجتمع الدولي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي تداعيات استهداف الحوثيين لسفن تجارية وغير تجارية في البحر الأحمر؟ وهل يتمكن التحالف من تجنب استهداف السفن التجارية والحربية هناك؟ تهديد للملاحة الدولية واستهداف للسفن التجارية على البحر الأحمر، هكذا تمضي جماعة الحوثي في جعل اليمن بلداً لا تتوقف فيه الحروب والصراعات الإقليمية كما يقول متابعون. فعلى مدى سنوات عديدة من سيطرة الجماعة على المحافظة الساحلية الحديدة، قامت بمحاولات عدة لاستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر بحسب تقارير دولية، ومن بين هذه الهجمات البحرية محاولة ضرب السفينة الحربية الأمريكية USS ميسون، بالإضافة إلى سفن أخرى. المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي قال إن التحالف تمكن من تدمير قارب مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر، إلى جانب العديد من مخازن الطائرات المسيرة والأسلحة النوعية التي تهدد الأمن الإقليمي. وفي الوقت الذي تؤكد لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة أن طرفي الصراع اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في الحديدة، ما تزال الألغام البحرية والمتفجرات سلاحاً فعالاً تستخدمه ميليشيا الحوثي لاستهداف السفن. التحالف شدد على أنه يعمل على تحييد القدرات النوعية للحوثيين، وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم. محاولة استهداف السفينة تأتي في الوقت الذي أعلنت جماعة الحوثي شن هجوماً واسعاً بالطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية. تصعيد جديد في البحر الأحمر إذن، وتخوفات من عرقلة الحوثيين لخطوط الملاحة الدولية، وتوتر قد يحول خطوط الملاحة على البحر الأحمر لساحة حرب أخرى. نبدا النقاش مع ضيفنا من العاصمه السعوديه الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن المرشد. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. يا هلا والله، اهلا وسهلا. اذا محاوله جديده لاستهداف السفن في البحر الاحمر، قراءتك لهذا التصعيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي؟ طبعا ميليشيا الحوثي يعني حقيقه منذ ان استولت على السلطه في اليمن، وهي تقوم حقيقة بالعربدة، وهي تقوم بجميع الأمور غير أخلاقية التي حقيقة لا تنم عن أخلاق الأخلاق المتحاربين، ولا عن أخلاق يعني ولا حتى أيضا الشعب اليمني يعني نفسه تأثر حقيقة كثيرا وعانى الأمرين من هذه العصابات الفتية. احنا كلنا نسمع عن أن الحوثي نشر أكثر من 1,000,000 لغم في اليمن، وأيضا كذلك البحر الأحمر قام بنشر ما يقارب 200,000 لغم، كلها بهدف يعني حقيقة ضرب الملاحة البحرية، وهذا كله نعلم عن حقيقة هذه المنطقة اللي منطقة باب المندب. فلذلك الحوثي لا يتورع عن عمل أي شيء لأجل حقيقة لأجل الوصول إلى منتظره، لأجل وأنا أعتقد أنه بدأ في هذه الفترة كما تفضل سيد الكريم بالاستفزازات في منطقة البحر الأحمر، لأنه بدأ يحس أن الخناق بدأ يضيق كثيرا على رقبته. يعني كلنا نعلم الآن أن إيران لا تستطيع الآن أن تدعم أذرعها مثل الحوثي ومثل حزب الله. الآن حتى بدأنا نسمع أنه الحوثي بدأ يتبرع إلى حزب الله، فلذلك الآن بدأ الخناق يضيق على رقبة الحوثي، فلذلك بدأ يقوم بمثل هذه الأعمال بمثل هذه التصرفات لأجل إثبات أنه موجود ولأجل كسب المزيد من المكاسب السياسية. طبعا كل هذه يعني كلنا نعلم أن كل هذه الاستفزازات التي يقوم بها الحوثي ليست لها تأثير كبير، ولكنها بالتأكيد أنها تؤثر يعني لها يعني تأخذ خدعات أنا في رأيي أنها يعني تأخذ أصداء إعلامية أكثر من أنها فعلا لها أضرار كبيرة على أرض الواقع.
طيب. يعني الحوثي اجرامه واسع في اليمن ومن خلال نشر الاغراض، من خلال التدمير، من خلال يعني تدمير البنيه التحتيه، من خلال كثير من الكثير من الاعمال التخريبيه. انت ايضا ذكرت في التقرير انه قام باطلاق العديد من الطائرات المسيره على بعض مطارات المملكه مثل ابها، مثل طيب مثل نجران. نؤجل هذه النقطه بعد استاذ عبد الرحمن، نؤجل هذه النقطه لنتناقش فيها موضوع تزامن هذه التطورات في البحر الاحمر مع استهداف لقاعده الملك خالد، بعد ان نشرك معنا في النقاش من العاصمه الاردنيه عمان الاستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك استاذ عبد الناصر. اهلا وسهلا بكم. استاذ عبد الناصر، اعلان التحالف اليوم عن تدمير قارب مفخخ تابع للميليشيا في البحر الاحمر، قراءتك لطبيعه هذا التصعيد البحري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي اليوم؟ يعني هذا التصعيد ان صح انه فعلا كان هناك رغبه لاستهداف سفن تجاريه، ياتي ضمن التصعيد في المنطقه اكثر من ان يكون مرتبط بالاجنده الحوثيه، بمعنى انه اكثر ارتباطا باجنده الصراع الايراني مع الولايات المتحده ومع دول السعوديه ودول الخليج عموما. وبالتالي لانه ليس من مصلحه الحوثيين في الوقت الحالي يعني ان يستهدفوا التجاره الدوليه، ان يثيروا غضب العالم عليهم، لكن كونهم مرتبطين بأجندة إيران التصعيدية، فإذا صح أنهم كانوا يريدوا أن يهاجموا فهذا هو أشبه ما يكون أوامر إيرانية أكثر من كونها رغبة حوثية، لأن إيران كما تعرف هناك رغبة من إيران بأن ترد على حالة الخنق الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة عليها، يحاولوا استفزاز أطراف كثيرة، احتجاز السفينة البريطانية حاليا، إسقاط الطائرة الدرون الأمريكية، قبلها العمليات في الفجيرة وغيرها، وبالتالي هناك تصعيد مدروس من قبل الحوثيين بالضغط على العالم بتهديد الملاحة الدولية، وبالتالي هم يحركوا أدواتهم وكلاءهم ومن ضمنهم الحوثيين مثل هذه الأعمال. وبالتالي العملية كونها أجهضت فردود الفعل أيضا لا نستطيع توقعها، لأنه لو كان فعلا نجحت هذه العملية واستهدفت سفينة تجارية، هذا الأمر طبعا كان سيثير غضب دولي على الحوثيين، وكان ربما أيضا إذا كان المستهدف سفينة أمريكية ربما أيضا كان سيستدعي رد عسكري، ما نعرف أمريكا. طيب سنتحدث عن تبعات وتأثيرات ما حدث في البحر الأحمر أستاذ عبد الناصر، لكن نشرك معنا بالنقاش من العاصمة الأمريكية واشنطن الكاتبة والصحفية هديل عويس. أهلا بك أستاذ هديل. أهلا، شكرا. يرى الأستاذ عبد الناصر المودع أن ما حدث من محاولة استهداف جديد من قبل ميليشيا الحوثي لخط الملاحة الدولي في البحر الأحمر بأنه ربما يأتي في سياق الأجندة الإيرانية ومرتبط بالصراع الحاصل اليوم في المنطقة، إلى أي حد تتفقي مع هذا الطرح؟ نعم طبعا أتفق تماما. إيران نراها أنها، الرئيس ترامب قال جملة هامة جدا حين استهدفت إيران الطائرة المسيرة الأمريكية، قال أنه يحدث فرق كبير أنه لم يكن في هذه الطائرة أمريكيين، قتلتهم إيران، وهذا ما تفعله إيران، تحاول التصعيد تصعيد لا يكلفها ردة فعل غاضبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تحاول تحريك ميليشياتها، تحاول تحريك الأوراق التي بيديها مثل الحوثيين. الحوثيين جزء من هذه التحركات عبر الحوثيين. أمريكا إيران لا تستهدف أمريكا بشكل مباشر، هي لا تقتل مواطنين أمريكيين، وهي بالتالي تتوقع عدد مساوي من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نحن أمام واقع مختلف، هناك أكثر تعزيز للتعاون العسكري بين السعودية وبين الولايات المتحدة على الأراضي السعودية،
ويعني هذا التعاون كان يثبت نجاحه دائما عبر التاريخ ضد الميليشيات والبؤر الإرهابية. هو تعاون أبقى منطقة الخليج في مأمن دائما بينما كانت المنطقة مشتعلة، وبالتالي هو رسالة جديدة إلى الميليشيات الإيرانية المتواجدة الآن في اليمن. الآن الاستهداف لن يكون فقط استهدافا للسعودية أو طرق الملاحة، سيكون استهداف لألف جندي أمريكي على الأقل، الآن هم في قاعدة بالقرب من الرياض. طيب أستاذة هديل، تقولي أن هذا التصعيد لا يكلف إيران شيء لأنها تعمل من خلال أدواتها وميليشياتها، ما الذي سيكلف الحوثيين جراء هذا الهجوم وهذا التصعيد في البحر الأحمر؟ ما الذي قد يترتب عليه، وكيف سيكون التعامل الأمريكي تحديدا مع هذا التصعيد؟ نحن رأينا طبعا أن حرب اليمن في عهد أوباما، إذا عدنا قليلا إلى الماضي، في عهد أوباما كان حتى الديمقراطيين يعني يرون حقية السعودية في مهاجمة الميليشيات الحوثية، في حماية حدودها، في إعادة الشرعية إلى اليمن. ولكن مع وصول الرئيس ترامب ولعدة يعني مكيدات سياسية وتغير المشهد السياسي أيضا في المنطقة، بات هناك حملات شديدة ضد حرب اليمن. الآن هذا العبث الحوثي يضع الحوثي أيضا في موقع المعتدي مرة أخرى، يجعل أيضا حتى الدول التي حاولت أن تخفف من حدة تصعيد هذه الحرب، يرى الحوثي بأنه هو المعتدي الآن، ليس فقط على دول التحالف وعلى المملكة العربية السعودية فقط، ولكن على حرية الملاحة أيضا. الرئيس ترامب قبل فترة قال أن هذه المنطقة، منطقة الخليج، معظم النفط الذي يخرج منها يخرج إلى الصين واليابان، هذه الدول التي تحاول أن توجد تسويات يعني مع إيران ومع ميليشيات إيران، تسويات سلمية وتسويات بعيدة عن الحروب وعن العسكرة، ولكن هذه الدول الآن هي متضررة. هذا يضع الحوثي في عداء مع أكثر طيب. يعني لاعبين أكثر دوليين. طيب سنناقش هذه النقطة بكثير من التفصيل مع ضيوفنا أيضا. تبقي معنا أستاذة هديل. نعم. وأعود مرة أخرى للأستاذ عبد الرحمن المرشد من الرياض. أستاذ عبد الرحمن، في ذات الوقت الذي حصل فيه التصعيد في البحر الأحمر واستهداف خطوط الملاحة الدولي من قبل ميليشيا الحوثي، أيضا هناك استهداف من قبل ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة لقاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط، أنت قلت أن الخناق اليوم ربما يضيق أكثر على ميليشيا الحوثي، لكن يبدو من تزامن هذين التصعيدين أن هناك ربما ضغط من الميليشيا على المملكة العربية السعودية، بالتالي ما هي الخطوات التي يملكها اليوم التحالف وتحديدا السعودية للرد على هذا التصعيد؟ طبعا كلنا نعلم أن الميليشيا الحوثي أطلقت يعني على المملكة العربية السعودية ما يقارب أو أكثر من 250 صاروخ، كلها استهدفت، طبعا كلها استهدفت المناطق السكنية، يعني لم تستهدف مواقع عسكرية إطلاقا. أيضا أطلقت بعض الصواريخ على قبلة المسلمين مكة المكرمة، أيضا استهدفت يعني من خلال الطائرات المسيرة المطارات المدنية مثل مطار أبها، المطار نجران، مطار جيزان. كل هذا يؤكد يعني حقيقة أن ميليشيا الحوثي ليس لها عهد وليس لها ذمة، وهذه الميليشيات حقيقة، لا أنا سبق قلت هذا الكلام مرارا، لن يكون هناك أنا في رأيي الشخصي أنه لن ترتد هذه الميليشيات إلا بالقوة العسكرية. الآن كلنا نعلم أن تم هذه الميليشيات دخلت في 6 مشاورات مع الحكومة الشرعية ولم تلتزم بأي مشاورة، وآخرها هي مشاورة ستوكهولم، لم تلتزم حتى الآن، بالعكس يمكن كان هناك أكثر من 3000 أو 4000 خرط. لذلك أنا أعتقد أن كل ما زادت عربدت هذه الميليشيات سواء في البحر الأحمر سواء على المملكة العربية السعودية، ونحن نلاحظ أنها زادت الفترة الأخيرة، هذا يؤكد فعلا أنه بإذن الله أنه قرب نهاية هذه الميليشيات. إحنا نعلم أنه الآن أنه الشرعية ومع إضافة إلى التحالف الآن تسيطر على 85% من الأراضي اليمنية. أنا متأكد أنه في المستقبل القريب إذا قل، وهو هذا وهو ما حصل حاليا، إذا قل الدعم الإيراني في النهاية ماذا سيكون مصير الحوثي؟ سيكون مصير الحوثي بإذن الله إلى الزوال، وهذا ما سيحدث بإذن الله. أنا أعتقد أن التحالف والشرعية اليمنية إذا كان هناك اتفاق أممي يستهدف الحديدة، فبقية الأراضي أو بقية الأجزاء مفتوحة للتحالف والشرعية لتحرير كافة الأجزاء. ونحن الآن خلال هذه الفترة بدأنا نسمع تصدع الميليشيات الحوثية في الكثير من المواقع، عندما تتحدث عن صعدة، عندما تتحدث عن تعز، عندما تتحدث عن الكثير من المواقع. أشكرك. وأنا قلت مرارا وتكرارا لو تتحرك القبائل اليمنية أنا متأكد أن الحوثي لن يصل في أسبوع واحد فقط. طيب. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الرحمن المرشد.
أشكرك جزيلا المحلل السياسي السعودي عبد الرحمن المرشد، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفنا من عمان أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، هل ستكون هناك أي تبعات وتأثيرات لهذا التصعيد البحري الذي قامت به ميليشيا الحوثي؟ يعني كون العملية لم تنجح وتم تدمير القارب، أعتقد بأن لن يكون هناك تصعيد أو رد فعل، لأنه كما تعرف هذه عمليات صغيرة، ليس هناك من قوات بحرية حوثية يمكن ضربها أو أهداف حوثية، حتى الأهداف التي ضربت في بداية الحرب وتم تدمير القوى البحرية التي كانت أيضا تتبع الجمهورية اليمنية. لكن في الوقت الحالي ليس هناك من عمليات، إلا في حال كان هناك عملية أخرى، لأنه يعني كما ذكرت من البداية ليس من مصلحة الحوثيين، يعني هذه أجندة إيرانية خالصة، لأن الحوثي هو الآن في وضع عسكري مريح خاصة في الساحل الغربي بعد أن أجبر العالم السعودية والإمارات على وقف الحرب في الحديدة، أصبح الحوثي في وضع مريح، وبالتالي ليس من مصلحته أن يستفز العالم بأي عملية، لأن لو نجحت هذه العملية وهدد الملاحة الدولية في هذه الحالة، قد ربما الضوء الأحمر الآن الذي هو معطى أو الذي هو مفروض لعدم مهاجمة الحوثيين في الحديدة، ربما هذا الضوء يتحول إلى ضوء أصفر، وبالتالي الحوثي بهذه الخطوة إن كان فعلا يهدف إلى ضرب الملاحة الدولية هو سيؤلب العداء عليه، خاصة وأنه نجح إلى حد كبير في تسويق نفسه بأنه طرف من أطراف الصراع الأساسيين في اليمن. يعني الآن الصورة المعطاة في العالم عن الحوثيين أنه حركة سياسية يمكن التعامل معها، وطبعا هذا يعد فهم قاصر وفهم تم تسويقه من الحوثيين ولسوء الحظ من الانفصاليين الجنوبيين، وحتى الآن يبدو أن الإمارات في طريقها لتسويق هذه الفكرة. اليوم المقال الذي نشر لوزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش في الواشنطن بوست يتحدث عن الحوثي بأنه طرف سياسي، وكأنه أيضا هنا يتناغم طبعا مع فكرة مع المشروع الانفصالي، والمشروع الانفصالي يهدف إلى إبقاء الشمال مع الحوثي وأن يبقى الجنوب مع الانفصاليين، وهذه طبعا خطة إيرانية في الأساس يعني إن صح التعبير، لأنها تستهدف السعودية وتستهدف اليمن كدولة، لأن هذه الصيغة معناها يمن في حالة فوضى وفي حالة اختراب مستمرة، وبالتالي السعودية في داخل مستنقع اليمني، لأن الحوثي وبقائه بأي صيغة من الصيغ ضمن المعادلة السياسية والعسكرية اليمنية يعني الحرب المستمرة والدائمة وحالة لا دولة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة ما دام الحوثي بقوته وبسيطرته على صنعاء وبسيطرته على معظم سكان اليمن ومناطقه الرئيسية. طيب أستاذ عبد الناصر تبقى معنا، نعود للأستاذة هديل من واشنطن. أستاذة هديل، اليوم الصورة المتشكلة عن ميليشيا الحوثي في واشنطن مع هذا التصعيد سواء على خط الملاحة والتهديدات أيضا على المملكة العربية السعودية والاستهداف الدائم ربما للكثير من المواقع بالطائرات المسيرة، ما شكل وملامح هذه الصورة؟ نعم طبعا الآن إدارة ترامب يعني تفهم وتدرك إدراكا كاملا أن إيران عبر ميليشياتها وعبر أذرعها تحاول إحراج الرئيس ترامب شخصيا وكل استراتيجيته تجاه إيران وتجاه المنطقة. منذ البداية كان أهم أهداف الرئيس ترامب من العقوبات ضد إيران هو تغيير سلوكها، ولكن كان يملك أيضا قلق وهو قلق عدم استقرار أسعار النفط. ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير من البداية هددت إيران بأنه إذا لم نبع نفطنا لن تتمكن دول خليجية من بيع نفطها، وهذا ما تحاول إيران أن تفرضه هذا الواقع. رأينا أن هذا الواقع الذي تحاول إيران فرضه عبر الميليشيا الحوثية التي تستهدف طرق الملاحة وحرية الملاحة
يعني تأتي لها ردود فعل أمريكية. الآن التواجد الأمريكي في السعودية هو مثل ما ذكرت هو يساعد المواجهة مع الحوثيين بالتحديد، يضيق نطاق قدرة الحوثيين على الاستهداف. الآن أي استهداف مثل السابق للمملكة العربية السعودية هو يعتبر أيضا استهداف لقوات أمريكية متواجدة هناك. الحوثيين مثل ما ذكرت مروا بفترة في السنة الأخيرة ربما بسبب بعض الأحداث الإقليمية، مروا بفترة حظيوا ببعض المواقف التأييدية من دول غربية، من بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين باتوا يروا أن الحرب قاسية على اليمنيين وأن الحرب فيها كثير من الويلات. ولكن يعني سرعان ما خسر الحوثيين هذا المكسب، أثبتوا للمجتمع الدولي أنهم هم من يخرج من كل العهود والمواثيق، أنه العشرات من المفاوضات التي تجري الحوثيون لا يلتزمون بها ويتصرفون كأنهم عصابة، كأنهم ميليشيا خارجة تماما عن أي التزام، عن الالتزام بأي وعد أو طيب ما هي المؤشرات التي تثبت هذا التحليل أستاذة هديل أن هناك خسارة للحوثيين لهذه المواقف الغربية والأمريكية، أن هناك تغير في الموقف من تعامل وتعاطي الميليشيا الحوثي؟ اولا ان راينا كل محاولات الكونغرس الكبرى لوقف او ضرب او اذيه المملكه العربيه السعوديه تحديدا في هذه الحرب وجهت باستخدام الرئيس ترامب لاول مره صلاحياته الدستوريه، انه استخدم حق النقض الفيتو الذي يملكه الرئيس، واستمر ببيع الاسلحه للسعوديه، استمر بتنسيق عسكري عالي جدا ووثيق وربما يفوق اي عهد اخر مع المملكه العربيه السعوديه، لان الاداره مقتنعه بان هذا يعني حق للمملكة العربية السعودية. هناك حليفة أخرى للولايات المتحدة وهي إسرائيل تواجه نفس الموقف ربما في غزة، وهي يعني لسنوات طويلة تقوم بحملات نارية كبيرة في غزة، ودائما المجتمع السياسي الأمريكي يقف معها. فلماذا الآن هناك البعض كان يعني بسبب مواقف كيدية، ورغم أن الديمقراطيون أيضا كانوا في عصر أوباما يصوتون لدعم الحرب في اليمن، ولكن صاروا ضدها بسبب تأييد رئيس ترامب الكبير لها. رأينا أنه لفترة بدأ هناك يعني ميل للحوثيين مسايرة لهم أيضا، ولكن انتهى هذا الأمر بقرار من الرئيس ترامب، يعني وقف إلى جانب المملكة السعودية متجاوزا كل الانتقادات واستمر في دعمهم واستمر في دعم التحالف في الحرب، وأيضا استمر بإرسال صفقات الأسلحة للسعودية. أشكرك جزيلا هديل عويس الكاتبة الصحفية، كنت معنا من واشنطن. عد الأستاذ عبد الناصر المودع، هذا التصعيد ربما لاحقا يعني هل قد يؤثر فيما يخص مجرى اتفاق الحديدة، اتفاق ستوكهولم واستئناف المعارك هناك؟ سيؤثر كما ذكرت لك، لو بالفعل هاجم الحوثيون هدف يعتبره العالم هدف صحيح. أنت أشرت إلى هذه النقطة أستاذ عبد الناصر، لكن هناك ربما أبعاد يمكن قراءتها من إشارة المتحدث باسم التحالف التركي المالكي عندما طالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لخطوط الملاحة. ما الذي يقرأ أو ما هي المؤشرات والإشارات التي يمكن فهمها وكأبعاد من هذا الطلب من قبل المتحدث باسم التحالف؟ أعتقد بأنه حتى الآن الطلب هو يتعلق بمضيق هرمز في الأساس والخليج، وليس حتى الآن في البحر الأحمر أو خليج عدن. لكن إذا تكررت مثل هذه الأعمال، وهذا يمكن أن يكون هو ضمن الاستراتيجية الإيرانية أن تنقل الخطر أيضا لا تحصره فقط في المناطق القريبة منها، بل تنقله إلى البحر الأحمر وربما خليج عدن، في هذه الحالة لتخلق وضع غير آمن مجرى التجارة الدولية كوسيلة ضغط. طبعا إيران هي لا تريد الحرب بقدر ما هي أيضا تريد الرد على الخنق الاقتصادي الذي يمارس عليها. تعرف أن انخفاض صادرات النفط وهي السلعة الرئيسية لإيران والمصدر الرئيسي للعملة الصعبة، بالفعل يعني ستكون له تبعات كارثية على الاقتصاد الإيراني الذي هو اقتصاد هش ويعاني من مشاكل كثيرة. وبالتالي إيران تحاول قدر الإمكان هي للضغط من خلال هذه العمليات. حتى الآن لم يحدث إلا هذه العملية المحاولة، حتى الآن نضعها في إطار المحاولة،
لكن لو أصبحت هذه المنطقة بالفعل تعرضت أكثر من سفينة في هذه الحالة، أيضا السعودية ودول الخليج بحاجة إلى مظلة دولية لحماية هذه الممرات، رغم أن المظلة الأساسية هي مظلة أمريكية، ولكن تخلي ترامب إلى حد ما عن أن يقوم بالدور الأساسي والفاعل فيها يجعل الوضع مشوش وفي حالة اضطراب. حتى الآن ليس هناك من خيارات واضحة لدى العالم وتحديدا الدول الغربية في التعامل مع هذا الوضع. هناك عدم اتفاق، هناك بعض الدول لا ترغب بأن ترسل قواتها إلى هذه المنطقة، تحديدا الصين التي هي المستفيدة الأكبر من حرية التجارة في هذه المنطقة، كون معظم صادرات النفط وأيضا حتى الصادرات هي صادرات صينية إلى المنطقة والواردات أيضا صينية. لكن الصين تظل دولة متحفظة حتى الآن، ليس لها سلوك نشط في العالم الخارجي البعيد من حدودها، وبالتالي حتى الآن هناك تشوش في التعامل مع إيران. ولكن هذه المواقف هي ستظل مواقف متحركة، بمعنى أنه لكل فعل رد فعل، بمعنى لو أدى أي فعل إلى خسائر بشرية، خسائر كبيرة، وتحديدا البحارة أمريكان أو بريطانيين، في هذه الحالة ربما نشهد تغير نوعي، وهذا أمر يجعل إيران في وضع ربما أسوأ مما هي عليها الآن. لهذا إيران هي تمارس ما يسمى سياسة حافة الهاوية، لكن سياسة حافة الهاوية أحيانا أن تستطيع أن تجر خصمك المفاوضات أو إلى مواقع تريدها أنت، لكن أيضا ما دامت هي في حافة الهاوية ربما تقع أنت من هذه الحافة. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة محمد عبد المونيك. أنا